ولنقاش ملف الاشتباكات الصهيونية مع ميليشيا حزب الله وتأثير ذلك على الأوضاع في لبنان والمنطقة ككل، ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مازن شندب، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم. كيف يمكن تصنيف الاشتباكات التي وقعت اليوم؟ هل هي في إطار عمليات التحرير التي يروج لها حزب الله، أم هي حلقة في إطار المواجهة الإيرانية الأمريكية الصهيونية في المنطقة عبر أدوات طهران؟ يعني في الحقيقة إذا تتبعنا ما أنتجته هذه العملية، سواء بلغة سلاح أو سواء بلغة التبني والكلام المضاد من حزب الله وإسرائيل، يعني في الحقيقة نجد أن هناك غموضا كبيرا يلف الموضوع بأكمله. وأنا أستطيع يعني أن أسمي ما حصل بالعمل العسكري اللقيط، لا أب له ولا أم له. لذلك وجدنا يعني بعدما صدر في وسائل الإعلام بأن حزب الله قام بعملية نوعية معينة، وجدنا الإسرائيلي، وهذا يعني كلام مهم جدا صدر عن الجانب الإسرائيلي ولم يتوقف عنده الإعلام العربي. نعم. الإسرائيلي قال بأننا قتلنا 4 عناصر من حزب الله. حزب الله رد على هذا الكلام بأنه لم يقم بعد بالسأر لأحد قياديه الذي قتل في سوريا، وبموضوع نفي قتل 4 مقاتلين له جاء بيانه حمال أوجه في هذا الإطار. السؤال هو لماذا قال الإسرائيلي بأن هذه العملية أدت إلى مقتل 4 مقاومين أو 4 عناصر من حزب الله؟ أنا أعتقد أن الإسرائيلي كان بدهاء كبير قال هذا التصريح ليقول أمرين. الأمر الأول أن حزب الله لم يستطع أن يسأر لمقاتله، وبالتالي أراد الإسرائيلي أن يتوجه إلى البيئة التي تؤيد حزب الله في لبنان، بأن حزب الله كان يعني لا يقول الحقيقة في هذا الأمر. الأمر الثاني الأخطر، وهذا الذي أخاف منه، أن الإسرائيلي عندما قال بأننا قتلنا 4 عناصر من حزب الله في هذه العملية في مزارع شبعة، ولكأنما بالمعنى العسكري أراد الإسرائيلي أن يقول بأننا وضعنا طعما لحزب الله، وبالتالي كنا متوقعين لما سيقوم به حزب الله، فغافلنا حزب الله وأوقعناه في الكمين وفتكنا بعدد من عناصره. نعم. لكن إن كل ذلك يعني برأيي أن حزب الله لا يريد معركة في هذه المرحلة مع العدو الإسرائيلي، وأن الذي يريده كما لأسباب عديدة أبرزها جاء في التقرير الذي قام به مراسلكم في حول الموضوع، لكن أنا أعتقد أن السبب الرئيسي الذي يدفع حزب الله إلى رفض القيام بحرب آنية مع العدو الإسرائيلي مرتبط صراحة باستراتيجية جديدة يتبعها حزب الله، وهي محاولة استدراج الأمريكيين إلى التفاوض معهم وإلى التصالح معهم. وبالتالي يعني عندما يقول أمين عام حزب الله بأن لبنان يتفاوض من أجل إنهاء أزمته الاقتصادية حتى مع الأمريكي، وبالتالي باستثناء الإسرائيلي كما سماه، هو أراد أن يقول أنا لست ضد الأمريكيين، وهذا تغيير جذري في خطاب لكن دكتور المقاوم في هذا الإطار. دكتور مازن، ما سبب رفض حزب الله للاعتراف بهذه الاشتباكات تحديدا في شبعة؟ وإلى أي مدى تظن أن ممكن أو هنالك احتمال لتوريط لبنان في مواجهة وصراع هو في غنى عنه؟
قبل الحديث عن إمكانية توريط لبنان من عدمه، في الحقيقة هناك مسألة. أنا أعتقد أن التداعيات العسكرية أو السر العسكري لما حصل اليوم لم يفشل بعد. يعني أنا أعتقد بأن في هذه العملية حدث عمل عسكري معين أدى إلى أسر عساكر إما لحزب الله بيد إسرائيل وإما بيد إسرائيل وإما العكس. لأن في الحقيقة المسألة، أنا كقارئ يعرف كيف يتعاطى حزب الله مع هذه الأمور، هناك ضبابية وهناك غموض في هذا الموضوع. أما النقطة الثانية، كيف ينظر الشارع اللبناني إلى 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 هذه العملية؟ يعني أنا أعتقد أن الشعب اللبناني يميز بين حزب الله وبين المقاومة. الشعب اللبناني ككل الشعوب العربية هو يرفض إسرائيل وهو يرفض إسرائيل وهو يعتبرها يعني عدوا يجب التخلص منه. نعم. لكن الشعب اللبناني بدأ منذ عقدين من الزمن يميز بين حزب الله وبين المقاومة في لبنان. حزب الله بجانب من حركته المقاومة بندقية معينة لمشروع أقليمي. شكرا جزيلا لك. المعذرة على المقاطعة. المعذرة على المقاطعة دكتور مازن لضيق الوقت، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس.